بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من الفيديوهات الممتعة، وهنشوف فيه ناتج الجيل الثاني من تهجين الحمام البخارة مع الحمام النفاخ، وتزاوج الناتج بتاعهم مع ناتج تهجين الحمام المفتل مع الحمام النفاخ. فالنهاردة الزغاليل كبرت يا جماعة، هنطلع نتفرج عليهم دلوقتي مع بعض، ويلا بينا نبدأ مع بعض على طول عشان ما اطولش عليكم. تعالوا نطلع كده بره. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا كده يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله، دولت جوز حمامهم. الاحمر اللي ورا ده نتاية، الاحمر اللي ورا دي نتاية، كان ابوها بخارة احمر وامها نتاية نفاخ صفر. والفرد الكريمي المحمر اللي هنا ده كان ابوه مفتل كريمي وامه نتاية نفاخ صفرة. طبعا الفترة اللي فاتت شفنا ليهم فرخ كذا مرة، يعني جوزناهم لبعض من فترة وفرخوا مع بعض حتة في الأول خالص، وبعدها حتة تانية، وبعدها حتة تالتة، وآخر حاجة دلوقتي هما الحتتين اللي معانا دول. فالحتتين دول دلوقتي كبروا، وهنتفرج عليهم دلوقتي ونستمتع بالفرجة عليهم مع بعض، ونشوف ألوانهم ومواصفاتهم عاملة ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين كده، أول حتة اهي شبه الأم بالظبط، يعني بص الأم اهي تمام، حمرا فأبيض، يعني ايه، واخده الجسم كله احمر، وفي طوق ابيض حوالين دماغها، وفي بصمه حمراء على دماغها من قدام، نفس النظام الزغلول اهو طالع احمر، وفي طوق حوالين دماغه وبصمه صغيره لونها احمر. طبعا العشار بتاع الجناح ابيض سواء في الزغلول او في الام، تمام. العشار بتاع الام ابيض اهو، تمام. الشروال فيه ابيض وفيه احمر، تمام كده. فالاثنين شبه بعض بالظبط، الزغلول طالع شبه امه بالظبط. طيب الدكر، لا مفيش حاجه طالعه شبه الدكر. الحته الثانيه بص طالعه عامله ازاي، زي النفاخ الاسود الفول كلر، ما شاء الله تحفه فنيه، سبحان الذي خلق فابدع فازهل العيون. من اجمل الزغاليل اللي طلعت عندي من التهجين ده يا جماعه والله العظيم. افرجك عليها دلوقتي، تعالوا ناخدها كده مع بعض، حطها هنا. بص معايا، ما شاء الله كانه زغلول نفاخ اسود فول كلر. بص ما شاء الله على الجمال، اللهم بارك، تحفه سبحان الذي خلق فابدع. اللون الاسود طبعا من اشيك واجمل الالوان في الحمام، تمام، لون مميز جدا وجميل اهو يا جماعه. الزغلول ما شاء الله طبعا ايه كبر، فاللون بتاعه بدا يقفل برده شويه، لسه هيقفل عن كده وهيغمق خالص، وهيدي لمعات بقى بالوان وبتاعه، كل التقريج اللي فيه ده هيروح، التقريج الاصفر اللي في اطراف الريج ده كله هيروح، وهيبقى لونه اسود قافل خالص خالص خالص. ما شاء الله جميل يا جماعه والله العظيم، انا عاجبني الزغلول جدا، يعني بقول لك من اجمل الزغلول اللي طلعت عندي من التهجينات اللي عملتها في حياتي كلها. ما شاء الله لون الزغلول حلو، ومواصفاته طبعا جميله، هو شبه النفاخ بالظبط. بص كده دماغ والرجل والشراويل والحجم، ما شاء الله كانه نفاخ بالظبط. هوريك برده جنبه زغلول نفاخ، بص كده زغلول نفاخ اصفر اهو، تمام. بص للشكل، هو شبهه بالظبط، والحجم تقريبا يعني ده كمان سنه اكبر شويه، فالحجم ما شاء الله حجم ايه مقارب لبعضه قوي، اللهم بارك، تمام. فده ان شاء الله يا جماعه لما يكبر ممكن ان احنا نجرب ايه نجوزه مع المفتل، ونشوف هيطلع منه ايه مع المفتل، وبرده ممكن ان احنا نجربه مع الحمام النفاخ، ونشوف هيطلع منه ايه مع الحمام النفاخ، لان طبعا لونه جميل جدا اللون الاسود ده. ولو فرخنا حته سودة تانية زيه تمام، هنجوزه مع الحته السودة التانية، يعني لو عرفنا نفرخ حته سودة مقفوله خالص زي دي تمام كده، وطلعوا مثلا ذكر ونتايه، نجوزهم لبعض ان شاء الله، ونشوف الفرخ اللي هيطلع منهم هيكون لونه ايه. نحاول نثبت باب باللون ده، باللون الاسود الخالص ده، تمام، اظن هيبقى شكله جميل، تمام كده. فقول لي ايه رايك في التعليقات، تحب ان احنا نجرب ايه الاول، نجوزه لنفاخ، ولا نجربه مع مفتل، ولا نجربه مع حاجه من اخواته؟ وانا هوريك دلوقتي اخواته كانوا طالعين الوانهم ايه، وانت برضو اختار كده في التعليقات، وقول لي تحب ان احنا نشوف تزاوج الزغلول دوت مع ايه من الحاجات اللي انا هوريها لك دلوقتي، تمام. فتعالوا نشوف كده الحاجات اللي طلعت عندنا قبل كده، ونشوف الوانهم كانت عامله ازاي. يلا نبدا مع بعض. بسم الله ما شاء الله. بصوا معايا كده يا جماعه، دي اول حته طلعت من الجزء اللي احنا لسه شايفينهم، اخت الزغلول الاسود اللي احنا لسه شايفينه، بس دي كبيره،
يعني دي خلاص كبرت وخلصت ريش وبدأت إن هي تشتغل، وحاليا متحضن تحتيهم زغليل. تمام، أنا مجوزها لدكر كريزلي ومحضن تحتيهم حاليا زغليل. تمام كده، فقولوا لي إيه رأيكم لو جوزناه للحتة الصفرة دي ممكن اللي يطلع منهم يكون كويس، ولا نجوزه حاجة من الحاجات التانية اللي أنا لسه هوريها لكم دلوقتي مع بعض. تعالوا نشوف بقى الحاجات التانية كده. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعة معايا بقى، دي الحتة التانية. الحتة التانية دي من الألوان التحف بجد، سبحان الله، من أجمل الألوان اللي طلعت عندي برضو من التهجينات. حتة طالعة لونها تايجر أو ريتش كده زي نفخات الريتش، ما شاء الله حجمها جميل جدا، حجمها سوبر جامبو. تمام، حتة ما شاء الله ضخمة عملاقة. تمام، فدي غالبا برضو هتطلع نتاية. دي حاليا عليها حوالي 3 ريشات أو ريشتين، فإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى جاهزة للتزاوج الإنتاج. برضو ممكن ندخلها في التهجينات ديت، ممكن نجوزها للأب اللي هو ابن المفتل والنفاخ، ممكن نجوزها للاسود اللي احنا لسه شايفينه. تمام، فقولوا لي كده ايه رايكم في التعليقات، تحبوا ان احنا نعمل فيها ايه الحته دي. تمام كده، وتعالوا اوريكم بقى ايه الحته الثالثه اللي هي اخر حته طلعت قبل الزغلولين اللي فيهم الزغلول الاسود والزغلول الاحمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص يا جماعه، ديت اخر حته طلعت قبل الزغلولين اللي احنا لسه شايفينهم، اللي هم الزغلول الاسود والزغلول الاحمر. ما شاء الله، يعني هي دي كانت الحته الوحيده السوداء اللي طلعت تمام قبل الزغلول الاسود خالص ده، فتقريبا هم كل عيش بيغمقوا عن العيش اللي قبليه، فالحته ديت برضو احتمال تطلع نتايه. فلو طلعت نتايه والحته السوداء خالص طلعت ذكر، ممكن يجوزهم لبعض يجيبوا عندنا حتتين سود. وزي ما انا قلت في فيديو قبل كده يا جماعه، ان انا ممكن اخلي الحمام ده تبقى سلاله نبيع منها زغاليل للذبيح وللاكل، واللي عايز مثلا يربي حاجه سعرها مثلا رخيص وتبقى سعرها قريب من سعر الحمام البلدي، يعني الزغلولين مثلا ايه ما يعدوش ال 150 جنيه. تمام كده يا جماعه، طبعا الزغلولين البلدي دلوقتي عندي بتاع الفراخ ب 150 و160 و170 جنيه كمان، فلو طلعنا زغلولين من دولت ب 150 جنيه او اكتر من كده حتى هيبقى زي الفل، وهيبقى جميل جدا ان احنا نربيه كحمامه حجمها جامبو. تمام، فيها لحم ما شاء الله، الزغلول بيعدي النص كيلو. تمام كده، وما شاء الله شكلها حلو وجميله، وممكن نربيها ايه كهوايه. تمام كده يا جماعه، فالحته دي لو طلعت نتايه باذن الله ممكن نجوزها للذكر او الزغلول اللي احنا لسه شايفينه الاسود خالص ده. تمام، ولو طلع ذكر برضه قولوا لي تحبوا نجوزه لايه، ولو حابين ان احنا نعمل فيه تزاوج تاني قولوا لي تحبوا نشوف تزاوج للحته ديت مع ايه. فاحنا ما شاء الله عندنا كام حته، عندنا 3 حتت كبار وحتتين زغليل دلوقتي، يعني عندنا 5 حتت وحتتين الاب والام، يعني عندنا 7 حتت من السلاله دي. فان شاء الله تبقى سلاله للذبيح والاكل، بعد كده ان شاء الله نبيع منها زغليل للذبيح والاكل. وطبعا دوت عشان يعني اللي عايز يربي حاجه حجمها كبير وسعرها يكون قليل جدا، فاحنا نخليها ان شاء الله حاجه سعرها قليل جدا، مش هتبقى حمام زينه. تمام، مش هتخش في سلالات حمام زينه، هتبقى مجرد حمامه للذبيح والاكل زي ايه؟ زي الرومي كده والقطاوي والحاجات اللي زي كده. تمام كده يا جماعه، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، وما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات، وتحب ان انت تشوف ايه من التزاوج او التهجين الفتره اللي جايه. وما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان توصله لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.